بواجه نفس المشكلة دي كل ما أصور أي فيديو. ابتدي منين؟ لسه واصلين دهب، جو زي ما انتوا شايفين كده، مش عارف بقى شكلها كده، ما فيهاش لا بحر ولا شمس ولا بتاع، بس المود لذيذ قوي. هنخش نعمل تشيك ان، بس الناس هنا مستغربه قوي الكاميرا، بس اظن لازم هضطر اعرف اصور يعني ما فيهاش. زحمة غشامة، اظن نص ساعة كده وهنخش الأوض. اللحظة اللي مستنيها من زمان. بص انا عايز اقول لكم على حاجة، عامة انا وانا بسافر بعد سفرية اللي هي اللي سافرناها لجنوب افريقيا دي، من اللي بنسافر مع بعض يعني احنا عايزين الوقت بتاعنا اللي هو كواليتي تايم شوية مع بعض، وانا طبعا بفضل ماسك الكاميرا وبتاع مش عارف ايه. فانا رحت اتمرنت وبعد كده جيت وقلت ايه الحق اصور الحتة دي. انا قبل ما اسافر الحتة اللي هي ناحية سينا دي خالص، انا اخر مرة جيت فيها هنا كان تقريبا في 2005 او 2006، ما باجيش هنا. النفق الوقفه اللي بيوقفونا فعلا، فضلنا واقفين في مكاننا ساعه بالظبط ما بنتحركش، مش مثلا بنمشي شويه شويه، ساعه ثابت. طبعا احنا وصلنا دهب لسه تقريبا زي ما هي بالظبط من ساعه ما انا جيتها. من انا اول مره جيت فيها دهب كان في 2001 تقريبا او 2001. طبعا كانت بدائيه جدا، اللي هو انا جيت قعدت اسبوعين ب 300 جنيه والله مش ببالغ. فهي خطيره في الموضوع ده، ما فيهاش الحته اللي هي الصرف والحاجات غاليه انت بتاكل وبتشرب وكده، بس الناس مش مغليه كل حاجه وكده، لان هي مش سياحيه بزياده. المره دي لما جيت، انا زمان كنت باجي بحس ان انا اللي هو لا انا عايز اعيش الحياه دي ومش عايز، بس ساعتها كنت صغير فعلا يعني. لما جيت في 2000 ولا 2001 كان عندي 17 سنه مثلا. فلما جيت الوقت ده كان لسه اللي هو كان عايز اشتري دماغي او انفض للي هي الدنيا اللي فيها هلك. فاحنا قاعدين بنتكلم في القصه دي، طارق صاحبي اللي مسافر معايا قال لي كلمه فعلا هي فعلا صح قوي، ان لو احنا جايين في الدنيا دي وما ما بنفركش، انت احنا مرتاحين، يبقى في حاجه مش مظبوطه. لازم يبقى ليك رساله تعملها توصيها لحد، يعني لازم تقعد تشتغل لان انت مش جاي الدنيا دي ترتاح. فانا حسيت ان انا كده فعلا، بس ممكن ما بتحبش كده، بس انا من وجهه نظري ان انا احب اروح مصر وبهلكها وبقرفها وبزحمتها وبالناس اللي بتعملوا في بعض وبتاع، ماليش فيه. انا هعيش كده، وده تشالنج بالنسبه لي ان انا اكسره. حاجه تانية بقى لاحظتها، المصريين ما بيستحملوش بعض خالص في السفريات، معرفش ليه. لقيت حد منكم مصري زيك بتكشموا لبعض حته تكشيمه. انا اول ما دخلت المطعم قلت اللي هو بقول لك ايه، انا هضحك في وشك انت ومراته، لو واحد من مراته ماشيين هضحك في وشكوا. في اوقات طبعا كانوا بيقولوا عليه عبيط اوقات، وفي ناس بترد اللي هو مش مصدق، تحس ان هو مش مصدق ان انت مثلا ايه ده، هو ايه ده، احنا ممكن نضحك لبعض عادي. بقول لهم صباح الخير مثلا، فيرد اللي هو صباح الخير غريبه، صباح الخير بيصبح علينا ليه ده. بس انا ماليش دعوه يعني، عامه انا كده كده هعمل اللي انا اللي هو انا متعود عليه وهصبح عليهم وفاهم، هبقى عامل زي كده كده. انا هقعد اخد لكم شوتس كده من اي حاجه بنعملها، ولو حاجه محتاجه اعرفكم مثلا الحته دي ايه او كده اقول لكم. لو ما عرفش اتكلم كتير وكده يبقى انا قاعد بحاول اصور في الخباثه عشان ايه ما مضايقش منا شويه. اشوفكم تاني. اتبسطنا،
يا رب السفرية دي تكون اتبسطت فيها شوية، لأن يعني الأسبوع الجاي هنسافر برضو فرح واحد صاحبنا في اسكندرية، بس نبتدي نشتغل بقى شوية. 3 أيام كتير أوي شغل الصراحة. سلام.